بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أيامكم سعيدة بمناسبة عيد الغدير الأغر. نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات على ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام، وأن نرى هذا الوجه الذي لطالما اشتقنا إليه عند حوض الكوثر، وهو يسقينا نحن وإياكم شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا، وندخل الجنة ونقول قضي الأمر والحمد لله رب العالمين، رجعنا إلى بيتنا سالمين في السماء. نعم يا أحبة، كل فتاة يعني بعمر 30 عام عليها ألا تفكر بأربعة أفكار، أربعة أفكار سلبية تجعل يومها تعيسا وتسيء الظن حتى في الله عز وجل، وإذا بها تبتعد عن رحمة الله أولا، وثانيا تعيش حالة الكآبة والانعزال عن الآخرين، ويذبل جمالها سريعا. هي بعمر 30، ولكن بسبب هذه الأفكار الأربعة التي لم تتخلى عنها ذبل جمالها أو يذبل جمالها سريعا، تكون شاحبة قلقة مضطربة، وهذا كله يؤثر على ملامح الوجه وعلى صحة النفس والبدن. هذه الأفكار الأربعة السلبية التي كما يقول علماؤنا العلام عليها ألا تفكر بها أبدا، أولا كلامنا مع الفتاة التي بعمر 30 عام ولم تتزوج بعد، أولا أن لا تفكر أبدا بهذه المقولة: قطار العمر يمضي سريعا، بدأ القطار يمضي وأنت كبرتي في السن. لا وجود لهذه العبارة عند أهل البيت عليهم السلام، لا وجود لهذه العبارة في قاموس رحمة الله عز وجل أو في كتاب اللوح المحفوظ في أرزاق العباد، لا توجد هكذا عبارة: قطار العمر يمضي وفلانة قد فاتها القطار، لا توجد هذه العبارة أبدا، لا في منهج أهل البيت ولا في القرآن الكريم ولا في اللوح المحفوظ، إنما اصطنعها الناس لتجعل المرأة دائما وأبدا وكأنها خلقت فقط لأجل مسألة الزواج، فقط لتتزوج، وإذا لم تتزوج ماتت، انتهى أمرها، عليها أن تموت، كيف لم تتزوج؟ أهل البيت عليهم السلام يرفضون هذه الفكرة، وإنما عليك أن تفعلي كما فعل الكثير من المؤمنين والمؤمنات مع بناتهم، وهي قضية الدعاء. لا يهلك مع الدعاء أحد. النبي صلى الله عليه وآله يقول الدعاء مخ العبادة، ولا يهلك مع الدعاء أحد، ولا يفوت الشيء مع الدعاء، لا يفوت شيء مع الدعاء، وأنجح شيء للوصول إلى المطالب الدعاء، أنجح شيء للوصول إلى المطالب الدعاء. وكذلك الصدقة، تصدقي، الصدقة تدفع القضاء المبرم، وقد أبرم إبراما. إذا كنت تتصورين للحظة من اللحظات بأن الله سبحانه وتعالى لم يكتب عليك أن تتزوجي ربما في اللوح المحفوظ، ماذا تفعلين؟ تصدقي فورا بنية الزواج، الحصول على الزوج الصالح، خشية بأن الله سبحانه وتعالى قد كتب في اللوح المحفوظ بأن فلانة بنت فلان لا تتزوج، تبقى في الحياة الدنيا بلا زوج. الصدقة تدفع القضاء المبرم، هذا القضاء، والله سبحانه وتعالى يقبله منك فورا. إن الله سبحانه وتعالى يمحو ما يشاء ويثبت غيره، يمحو ما يشاء. هذه الكلمة فلانة تبقى بلا زوج يمحوها الله عز وجل ويثبت غيرها، فلانة تتزوج من فلان. الدعاء لا يوجد هناك أفضل منه وأسرع منه في مسألة تحقيق المطالب، والصدقة تغير القضاء بأكمله. فكلمة فاتها القطار لا يليق أن تفكري بهذه العبارة أبدا، لأن الله سبحانه وتعالى لا يخشى الفوت. أنت تخافين
بأنه قد فاتك الزواج. الله لا يخشى الفوت، إنما أمره كلمح بالبصر، يقول للشيء كن فيكون. وكثير من الفتيات تزوجنا بعمر 40 ليس بال30، بعمر 40 وتزوجنا. الله سبحانه وتعالى إذا أراد ذلك لو اجتمع الإنس والجن على أن يمنعوه لم يستطيعوا، بل إن الله سبحانه وتعالى يسخر لك زوجا بليلة وضحاها. الفكرة الثانية قلة فرص الزواج، لأنك كبيرة في السن، لأنك وصلت إلى عمر 30، فإذا هنا سوف تبدأ مسألة يعني ماذا قلة الفرص. وهذه الفكرة أيضا بعيدة عن رحمة الله عز وجل، الله لا يرتضيها من الإنسان. الله سبحانه وتعالى ورسوله وأهل البيت يرفضون هذه الفكرة تماما. لذلك عليك ماذا؟ مسألة بأن أقول بأن الفرص قد قلت، الله سبحانه وتعالى هو من يأتي بالفرص، الله سبحانه وتعالى هو من يسبب الأسباب ويخلق هذه الفرص، وهو الذي يأتي بهذه الفرص. من هو رب هذه الفرص؟ من هو؟ الله عز وجل. الفرصة سبب من الأسباب يأتي بها الله سبحانه وتعالى لفلانة وفلانة. لذلك اسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لك فرصة الزواج. الله سبحانه وتعالى قادر لو مو قادر، الله قادر على ذلك. فمسألة بأني كلما تقدمت في العمر معناها لا أتزوج، لا، الزواج رزق، الزواج أؤمني أنه من الرزق. هل الإنسان يقول تقدمت في السن فإذا ليس لدي رزق، كبرت في السن فإذا لا أستطيع أن أحصل على رزق؟ لا أبدا، الرزق ليس له دخل أبدا في هذه الموضوعات، لا بالعمر ولا بالفوت وإلى غير ذلك. الله سبحانه وتعالى وما من دابة على وجه الأرض، مضامين الآيات، إلا وعلى الله رزقها. حتى في مسألة الزواج ما عليك إلا أن تسأل الله من فضله، ما عليك إلا أن ترفع يديك لله ليمحو مسألة عدم زواجك ويثبت يعني بدلا منها زواجك، لا أكثر ولا أقل. كذلك الفكرة الثالثة هو الخوف من بدء ظهور الشيب. تجد أن بعض الفتيات يقفن أمام المرآة ويرين إلى مسألة الشيب، يعني الشعر قد ظهر فيه الشيب، فتخاف يعني وترتبك وتقول يعني في بداية أنا عمر 30 وكيف، وهذا الأمر يعني ربما يسبب لها يعني قلقا عفوا أو لا غير ذلك. لا تهتمي أبدا، لا تهتمي بهذا الأمر، هذا كله سوف يزيد الشيب إذا كنت قلقة بهذه الصورة. إذا أنت انزويتي بزاوية وقد ملأ الحزن والهم يعني قلبك، سوف يزداد هذا الشيب لا ينقص، بل سوف تذبلين كلك. فعليك أيضا نرجع ونقول بأن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق، الله سبحانه وتعالى هو الرحمن الرحيم، عليك أن تتمسك بأهل البيت، ما خاب من تمسك بهم، أمن من لجأ إليهم. كم من امرأة جاءت إلى أهل البيت عليهم السلام لم تتزوج، وزوجها مرة رسول الله، وزوجها مرة علي بن أبي طالب، وزوجها مرة الإمام الحسن أو الحسين. كثير من النساء كنا يأتينا إلى مسجد رسول الله وأهل البيت عليهم السلام، وإلى اليوم كثير من النساء نرى في حضرة الإمام الحسين عليه السلام تدعو بالزواج، ونتفاجأ بأن فلان وفلان يعلمون بالأخبار، وتأتي أمها وتنثر الحلويات في الصحن الشريف أو بين الحرمين لهذه المناسبة، لأنها كانت كبيرة في السن أو تقدمت. هذا الأمر بيد الله، بيد أهل البيت عليهم السلام. هذه القضية، قضية الزواج، كقضايا الأرزاق الأخرى بيد الله سبحانه وتعالى، ليس بيد أحد. كذلك الفكرة الرابعة بأنها يعني تفكر بأن حلم الأمومة سوف ينتهي من حياتها، لا تستطيع أن تكون أما بعد ذلك، أو لن تكون يكون لديها أولاد. ابعدي هذه الأفكار كلها من بالك، ابعدي كل هذه الأفكار السلبية بأن لن تكوني أما ولن تكوني أسرة ومتى وإلى غير ذلك. فإن الله سبحانه وتعالى لو أنه قد كتب بأن تنجبي طفلا، وهذا الطفل مكتوب، مكتوب اسمه واسم أبيه، وبأنه منك ومن فلان إلى غير ذلك، يأتي إلى الحياة الدنيا، رضيتي أم لم ترضي، شئتي أم أبيتي،
وتتزوجين هذه النفوس الموجودة لابد أن تنزل من السماء. إذا كتب لك بأن من أولادك فلان وفلان وفلان، هذه القضية عليك لا تفكر بها أيضا، مسألة بأني هل سأصبح أما، هل سوف أنجب بهذا العمر، ربما أتقدم أكثر بالسن، ربما لا يمكنني أن أنجب، كيف سأربي أولادي وهم صغار، هذا كلها بيد الله عز وجل وعلى الله عز وجل. لذلك هذه الأفكار الأربعة يمكنك أن تلغيها جميعا بكلمة الإمام الجواد عليه السلام: من وثق بالله أراه السرور. اجعلي ثقتك بالله عالية جدا بأن الله سبحانه وتعالى قادر أن يقول للشيء كن فيكون. زكريا عليه السلام وصل إلى عمر 100 سنة، وزوجته بعمر 90 سنة، وزوجته عاقر، ولما شاء الله سبحانه وتعالى أن يأتي لهم بطفل جاء يحيى عليه السلام وقالت إني عاقر، وقال زكريا عليه السلام بأني قد بلغت من الكبر عتية ولكن الله أراد. عندما مريم عليه السلام قالت لم يمسسني بشر ولكن شاء الله أن يأتي عيسى عليه السلام. موسى عليه السلام خرج خائفا يترقب من المدينة وإذا به يذهب إلى مدينة مدين ويتزوج وتصبح لديه عائلة. البنات شعيب، بنات شعيب اللواتي قلنا في لحظة من اللحظات بأن أهل هذه القرية ليس فيهم رجل، ليس فيهم رجل. بنتا شعيب قالتا بأن أهل هذه القرية كلهم من المشركين وليس فيهم رجل مؤمن، كيف سنتزوج؟ وإذا بالله سبحانه وتعالى لم يأتي إليهم برجل عادي، بل جاء إليهم بموسى عليه السلام من أولي العزم وتزوجت. هكذا الله سبحانه وتعالى يسبب الأسباب. السيدة نرجس سلام الله عليها في بلاد الروم، وكيف تتزوج إلى غير ذلك، وأتى الله سبحانه وتعالى بها إلى مولانا العسكري عليه السلام. لا تقولي بأن هذه قصص أنبياء، وإنما هذه الأمثال نضربها للناس لكي تؤمن بقدرة الله. فرجاء رجاء، إحدى الأخوات قبل 3 أو 4 سنوات أرسلت إلينا برسالة وقالت أنا موظفة في المعهد الفني في المحافظة الفلانية وعمري 36 سنة، عمري 36 سنة، لم أتزوج إلى الآن ولم يتقدم إلي أحد. مرات عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وكلما طال الأمد الله سبحانه وتعالى يعني يمكن أن إنه قد أخفى الخير كله، كلما يطول الأمد كلما كان فضل الله أكبر وأوسع وتعويضا على ما فات. فسألنا أحد علماء الدين في النجف الأشرف فقال لا بأس، فلتقرأ يوميا هذه الصلوات ولتردد هذا الذكر 530 مرة في مكان لوحدها دون أن يقاطعها أحد في خلوة، وتقول اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك 530 مرة. استمرت هذه الموظفة لمدة 2 شهر كاملين يوميا تقول ذلك، وإذا بصديق لأخيها، هذا الصديق لأخيها كان يعيش في الدنمارك وكان يريد أن يكمل دراسة الماجستير والدكتوراه هناك، ولذلك شغل عن مسألة الزواج ورجع إلى العراق واتصل بصديقه ورحب به واستقبله، ومضى يوم أو بعض يوم وحدثه بأني أنا أريد أرجع للدنمارك وجئت إلى العراق لقضية الزواج، أريد أن أستقر. فقال له صديقه لدي أختي إذا أردت يعني، ونحن قال لي الشرف بأن أنت صديق العمر وأنتم عائلة معروفة ونحن تربينا في نفس الشارع وأنا أعرفكم وأهلي يعرفونكم لا غير ذلك، وإذا بها قد تزوجت بحمد الله، الكلام قبل 3-4 سنوات، والآن هي في الدنمارك وأنجبت أطفال وهي كان عمرها 36 عاما. التوسل بالسيدة فاطمة عليها السلام ما خاب من تمسك بها وأمن من لجأ إليها، كل شيء لأجل عين فاطمة الله سبحانه وتعالى يفعله، كل شيء لأجل عين فاطمة أهل البيت عليهم السلام فورا يجعلونه على أرض الواقع. توسلي بالسيدة فاطمة عليه السلام دائما وأبدا بهذا الذكر، ومع صلاة الاستغاثة بالسيدة فاطمة عليه السلام الموجودة في كتاب مفاتيح الجنان. لا تيأسي من روح الله أبدا من مسألة رزق الزواج،
لا ييأس من رحمة الله إلا القوم المشركون والكافرون، وحاشاك بأن تصل إلى هذه المرحلة أبدا. وكذلك إن الله عند حسن ظن العبد، ما دام العبد يحسن به الظن، أحسن الظن، لا تسمعي لهذا المجتمع أبدا، إنما استمعي فقط لأهل البيت عليهم السلام، الذين ماذا؟ دوما كرمهم يصل إلى الجميع، وحلولهم تصل إلى الجميع كلمح بالبصر. ما عليك إلا أن تتمسكي بأذيال السيدة الزهراء، وسوف يأتي يوم تبشريننا وتقولين بحمد الله السيدة فاطمة عليه السلام تدخلت في الأمر واختارت لي الزوج، والزواج الذي عوضني عن كل ما فات من عمري. فرجاء هذه الأفكار الأربعة، إذا كنت بعمر 30 ولم تتزوجي بعد لا تفكري بها مطلقا، إنما استثمر الوقت بالدعاء والتوسل بالسيدة فاطمة عليها السلام. مسألة بأن قطار العمر قد مضى عليك، وكذلك بأن فرص الزواج قد قلت بالنسبة لك، وبأن الشيب بدأ يظهر بالشعر، وكذلك بأن يعني حلم الأمومة بات بعيدا، وكذلك الفكرة الأخيرة بأن الرجال دائما يفضلون الفتاة الصغيرة. نعم، كثير من الرجال يفضلون الفتاة الصغيرة إلى غير ذلك، ولكن هذا لا يمنع، رأينا في حياتنا اليومية هناك من تزوج فتاة بعمره، بل رأينا من تزوج من أكبر من عمره بسنة وسنتين، يعني رأينا بأم أعيننا. فأنت اسأل الله عز وجل والسيدة فاطمة عليه السلام، ولن يقصر معك بأن يأتي بزوج مناسب لعمرك أو أكبر منك. الله سبحانه وتعالى قادر أن يسبب كل الأسباب كلمح بالبصر. ثقي بالله عز وجل واتركي هذه الأفكار السلبية التي لا قيمة لها، احسن الظن بالله وتمسكي بأذيال فاطمة. ما أخاب من دعاها، والله ما أخاب من تمسك بها وأمن من لجأ إليها، وإن شاء الله تقر إن شاء الله عينك بزواج صالح عن طريق فاطمة سلام الله عليها، وتبشريننا بذلك. برنامج صباحات الأيام من محمد خادم في مرقة الحسين بن علي عليهما السلام.